بلشت الناس تيجي تاخذ اغراض الكعك، عم بتحضر حالها للعيد، وان شاء الله انه بكون كيف متوقعين، يكون في شغل مليح. السفر شكله صعب السنه، وان شاء الله خير. شو اكثر انواع الحلويات المطلوبه على العيد؟ الشوكولاته في جميع انواعها، يعني اليوم في تشكيل كبير في السوق، من الحلبجي للايطالي للبلجيكي، في كثير نوعيات وكله مرغوب، يعني لانه مش موجود دايم في السوق. الناس بتسال على الاسعار قبل ما تشتري؟ في قسم اللي بيسال، بشكل عام لا، حلويات العيد بيسالوش يعني قليل. حسب رايك الكورونا اثرت على الوضع الاقتصادي عند الناس؟ في منه في نسبة معينة قليلة يعني من الناس، أما أكيد في إلها تأثير. الكمية بيشتروا كمية كيف كانوا يشتروا قبل، ولا كمية صغيرة اللي يعملوا طاولة العيد فيها؟ اليوم الكميات من سنين يعني الكميات قلت كثير، طبيعي العلاقات الاجتماعية بين الناس خفت، فالطاولة بطلت بحاجة لكميات كبيرة يعني. نعم بلشت شوي شوي الناس عم تيجي بداش تستمر الضغوطات الأيامات القادمة للعيد. حسب رأيك شو أكثر أنواع الحلويات اللي الناس بتشتريها للعيد؟ عم بتحاول تشتري المجففات لأنها صحية أكثر، شوكولاتة خفيف. الناس بتسأل عن الأسعار قبل ما تشتري؟ أكيد طبعا، في ناس بتسأل، بتحب تستفسر، بتحب تعرف وضع الاقتصاد مش كثير مليح. حسب رأيك الكورونا بشكل عام أثرت على الوضع الاقتصادي تبع الناس؟ أكيد معروف إن الكورونا أثرت كثير مش شوي. شو كميات اللي بتشتريها الناس على العيد؟ كمية محدودة اللي تزين فيها طاولة العيد، ولا بيشتروا كميات كبيرة؟ كمية محدودة طبعا، صارت الناس تحاول إنها تقتصد، تعمل اقتصاد كبير، بطلت تشتري مثل زمان أيامات السنوات اللي قبل. بشكل عام احنا بلشنا تحضيرات من قبل تقريبا 4-5 أيام. الحركة في البلد بشكل عام بعدها خفيفة، في الناس بتظل آخر لحظة، هذا إشي متعودين عليه احنا من 5 سنين تقريبا احنا صرنا هنا. الناس بيستنوا تقريبا قبل يوم يومين بصير ساعتها السي تبع إقبال الناس بالجمهور على المشتريات. حسب رأيك شو أكثر أنواع الحلويات اللي الناس اشتريها في العيد؟ طلع الناس عندنا في مجتمعنا بوفروش إشي على حالهم من ناحية مشتريات، بقيمتها أنا بلاحظ، وأنا عندي زباين من كل الفئات، يعني عندي يهود، عندي بدون ما أخذ إسلام، إسم مسيحية، دروز، من كل الفئات بأخذوا تقريبا كل إشي، بوفروش من ناحية شوكولاتة، بزورات، بأخذوا في كميات أساس. تعرف إحنا المجتمع بعد ما نحافظ قسم منه لفخوت على القليلة بحافظ على العلاقات الاجتماعية، بعد في زيارات متبادلة بين الناس، بتروح بتزور بعضها وبأخذ كميات من ناحية بزورات، من ناحية شوكولاتة، سكاكر، كل إشي بوفروش إشي صراحة. هذا عدا عن أشياء بخصوص المحل اللي هي اللحمة والأشياء اللي طبعا بالغنى عن الحكي معروف شو إحنا في العيد الأضحى الناس مشاوي واللحوم هاي. طبعا الشوكولاتة هي قسم من الفرحة، قسم من تجهيزات العيد في البيت. الناس بس بتفوت بدها تشتري بتسأل على الأسعار؟ فترة العيد بشكل عام لا بيسألوش، يعني بأخذه، وإحنا دائما بنجرب حتى من غير ما الزبون يسأل، إحنا بنكون فاهمين الوضع، يعني إحنا عارفين وضع الناس، وضع شوي صعب على الكل، مع إنه في غلاء معيشي وفي كل الأشياء غليت اليوم، أما إحنا بعدنا بنحافظ على نفس المستوى، مش عم نطلع في الأسعار على أساس نتفهم وضع الناس وإحنا فاهمين وضع الناس. بشكل عام الناس لا بسألوش، لأنه طلع هاي يوم في السنة، مرة في السنة بقول لك أنا بدي أدلل أولادي، بدي أدلل العيلة، أظن بتفرقش معي المصاري، لا بشكل عام بسألوش. حسب رأيك الكورونا أثرت بشكل عام على الاقتصاد؟ طبعا لا شك الكورونا أثرت بشكل على مستوى عالمي طبعا، وإحنا إسا عم نشوف النتائج. العام في وقت الكورونا كان في دعم من الدولة وساعدت المحلات وساعدت العساكين، اما السنه بلشنا نحس في التاثير تبعها، يعني هسه في الحمره قالم في العالم، المواد الخام في العالم كله، في عاليه،
بتأثر بشكل سلبي طبعا على باقي الأشياء. يعني إذا بغلى البنزين على سبيل المثال هو إسا في المجنات عليها بأثر على كل الأشياء، وفي طبعا في أثرت. حسب رأيك الناس بعدها بتاخذ كميات، كيف كانت تاخذ زمان ولا صاروا ياخذوا بس على قد الطاولة اللي... للأسف لا، زمان كانت الناس تاخذ، كانت كل البلد تعيد في قلب البلد. اليوم أغلبها بيطلع على الأوتيلات، بيطلع على تسيميرين، بيطلعوا لبلاد برا، فبأخذ الأول يوم وثاني يوم وبالكاد. يعني في أغلب الناس بتاخذ بس بقول لك بس عشان حس فرحة العيد، بدي أقعد في البيت أول يوم حط طاولة العيد، وثاني يوم بدي أسافر على لبرا، بدي أطلع على الأوتيل، بدي أروح وين مكان، ما أقعدش في البيت أنا. لا ما كانش مثل الأول. يعني أنا بعرف حالي، أنا من كام سنة بقينا نبرم مع كل العيلة اللي هي عبارة عن تقريبا يومين بس في قلب العيلة اللي مصغرة. يعني اليوم لا، اليوم لا بشكل ملحوظ، يعني لا بطل مثل الأول. أنا شايف الحمد لله الناس من بعدية الكورونا بلشت شوي شوي تطلع من فترة الكورونا، والحمد لله في سنة احتفالات، وخاصة أنه صعب أن هالناس تطلع لبرا على أوتيلات وكذا ورحل، فانحصر الإشي في البيوت أكثر من أنه رحلات وكذا، انحصر في البيوت والناس رجعت شوي شوي تعيد في البيوت مع العائلات. أنت كصاحبة محل حلو، شو أكثر أشياء اللي الناس اللي بتطلبها من الحلويات اللي موجودة عندك؟ طبعا شو ما عملنا حلي وبيظل لكعك العجوة وكعك العيد والهاي الأشياء إله هيبته الخاصة في فترة العيد. عندنا في المحل يعني إحنا عادة بنعرض بس في فترة العيد كعك العجوة وهاي الأشياء والمقروطة والغريبة وهاي الأشياء التقليدية. طبعا في الإضافة لهيك عندنا بشكل عام عندنا شوكولاتات بشغل عيد، عندنا كل أنواع الممتكين كمان في شغل عيد، والحلويات بشغل عيد، والحلو البارد الغربي. الناس بتسأل على الأسعار؟ في قسم طبعا 100% الأسعار مهمة، وصاحب البيت ورب الأسرة اللي عنده عدد كبير وبده يعيد منيح مثل الكل بيسأل عن الأسعار. بس بشكل عام يوم العيد الناس بتحب إنها قديش بتقدر تهتم في حالها وتهتم في أولادها وعائلاتها مستعدة. حسب رأيك الكورونا أثرت على الناس، أثرت على الوضع الاقتصادي للناس؟ أكيد أثرت. في كان قسم مستفيد اللي هن اللي كانوا بشكل عام ممكن إنهم يكونوا استغلوا فترة الكورونا للتواجد في البيت، وممكن إنه الناس انضرت أكثر لأنه قليل كان المدخولات على البيت وفي نفس الوقت المصروفات هي. كمان مرة بتوقع إنه هذا العيد لا في إقبال أكثر على إن كان على الحلويات والمكسرات، لأنها طاولة العيد يعني في الشك إنها هي مهمة للكل، فبفضل إنها كل الناس بتفضل إنها تكون طاولة العيد ملانة وموجودة فيها كل الأشياء، وفي بالذات هاي السنة في إقبال على الحلويات، لأنه كمان مرة الناس كلها معايدة كيف زمان مع العائلات في البيوت أكثر من إنهم طلعوا لبرا رحلات وأوتيلات وكذا.